ورحمة الله وبركاته. غياب حسن حمدي عن احتفالية الأهلي وعلاقة ذلك بإمام عاشور. كشف الإعلامي والناقد الرياضي إسلام صادق سبب عدم حضور حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق احتفالية النادي بمناسبة بطولته للموسم الماضي. إسلام صادق عبر تصريحاته أكد أن حسن حمدي كان معترض على تعاقد الأهلي مع اللاعب إمام عاشور لاعب خط وسط الزمالك السابق، مؤكدا أنه منذ تعاقد الأهلي مع إمام عاشور وهناك فتور بين حسن حمدي وإدارة النادي الأهلي الحالي. وكان الأهلي قد تعاقد مع إمام عاشور لمدة 5 سنوات بداية من الموسم المقبل قادما من ميتلاند الدنماركي للنادي الأهلي عن طريق كوبري، وكان قد نظم احتفالية كبيرة اليوم بمناسبة بطولاته التي حققها الموسم الماضي في كافة الألعاب. احتفالية غاب عنها أيضا سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق في النادي الأهلي عقب قرار رحيله مؤخرا من منصبه، والكل يروح يشوف نادي المبادئ ويشوف إمام عاشور والفيديو الفضيحة اللي كان بيتكلم فيه عن رموز وكباتن النادي الأهلي وأخصهم صالح سليم والكابتن حسن حمدي، علشان نقول للخطيب نادي المبادئ ونادي القيم.